ورجعنا لكم وفقرتنا اون سبوت. المره دي اون سبوت على دوري من الدوريات، دوري موسم 90-91. البطوله دي فاز بيها نادي الاسماعيلي في مباراه فاصله اتعملت بعد تساوي الفريقين الاهلي والاسماعيلي برصيد 51 نقطه. المباراه دي كان مفترض تقام في استاد اسكندريه اللي كان فيه بعض الاصلاحات واتلعبت في المحله. هنا هنقف عند احداث مهمه جدا ليس للاستغراق او الاستمعان في نظريه المؤامره، ولكن احنا هنقف عندها عشان نبين لكم ان احيانا في بطولات بيكون فيها حاجات تستدعي ان احنا نقف عندها، ولكن ابدا لن نستغرق في نظريه المؤامره. هي ليه كانت تتلعب في اسكندريه؟ ليه ما تتلعبش زي نهائي كاس مصر في طالما مباراه فاصله في القاهره؟ بالظبط. وده الوضع بعد كده تدخل الناس في حته تانية خالص، ولكن كان في اصرار من نادي الاسماعيلي على لعبها في مكان يكون جغرافيا عادل بين الفريقين واتلعبت في المحله، وهنشوف الاحداث المهمه جدا. هو قبل الدوري ده، قبل الدوري ده طبعا عندنا دوري بالنسبه بعض الناس بيطلع، احنا عندنا 5 دورات تم الغائهم ولم يستكملوا، ولكن كان في دوري انتهى الدور الاول تقريبا، هو دوري 89-90. كان النادي الاهلي متصدر بفارق 4 نقاط، ووقتها كانت المباراه بالفوز بنقطتين، وده الدوري اللي كان النادي الاهلي الاقرب ليه، لان كان الدور الاول انهى معظم المباريات الصعبه خارج ملعبه بالفوز وبنتيجه كويسه، اخرهم كان مباراه الاهلي والاسماعيلي، ولكن تم الغاء الدوري بسبب قرار من الكابتن محمود الجاري عشان ندخل على موسم 90-91 بعد كاس العالم. وطبعا الدوري ده كان للاسف النادي الاهلي لغايه الموسم فارس ال 28 كان هو المتصدر المسابقه، وكان باقي 6 اسابيع قلبوا الدوري تماما. ده دوري 90-91. لكن الغريبه فارس ان فريق غزل المحله، طبعا لان جماهير الوقت الحالي ما عرفوش ان فريق غزل المحله كان في نهايه الثمانينات وبدايه السنوات دايما في المربع الذهبي كان متصدر مع النادي الاهلي في الاسبوع ال 28، واتغيرت النتائج احمد فرقت مع المحله مباراه الاسماعيلي كان في غزل المحله. كان ممكن لو في غزل المحله فاز كان الدوري انتهى الاهلي، ولكن عاطف عبد العزيز في الدقيقه 89 يكسر التعادل 1-1 ويجيب الجون الثاني عشان يخش المحله في سلسله هزائم ويخش الاسماعيلي في سلسله انتصارات. لكن في ملحوظه مهمه في الدوري ده مش هتلاحظها كتير في دوريات تانية في الصراع بيننا وبين الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي، ان الاول مره كان في صراع ثلاثي فكان في تعارض مصالح بين الزمالك والاسماعيلي، وقبل مباراه الزمالك والاسماعيلي كانت المباراه قبل الاخيره، والحمد لله ان كان في صراع ثلاثي فتعادلوا 1-1، والتعادل ده هو اللي وصل الفارق في النقاط بين الاهلي والاسماعيلي 0، ووصلنا لمباراه فاصله وخسرنا من اتعادلنا بس مع الكروم. التعادل ده هو اللي ضيع مننا الدوري. عايزين برضه ناكد ان رغم ان المواجهات بين الفريقين الاهلي والاسماعيلي في الدوري ده كان في تعادل في الاسماعيليه وفوز للاهلي في القاهره، كابتن طاهر ابو زيد في الدقيقه 74. فالنادي الاهلي داخل الموسم في المواجهات المباشره كان متفوق، بس برضه ما حدش يفتكر ابدا كل التقدير للنادي الاسماعيلي، عشان فعلا النادي الاسماعيلي تاريخيا في الموسم ده قدم واحد من اعظم واجمل مواسمه، خصوصا ان نادي الاسماعيلي كان 24 سنه ما خدش الدوري من سنه 67 يا احمد لحد ما حقق البطوله الموسم ده. كان برضه النادي الاهلي هو المنافس. وبرضه كانت مباراه فاصله. لا ما كانت مباراه فاصله. بالظبط 67 66 67. لكن انا اخر موسم قبل عايز اقول التوقف حاجه في الدوري ده بخصوص البعض اللي بيتكلم عن نادي القرن وموضوع البطولات فارقه معاه قوي. النادي الاهلي في الموسم ده حقق 21 فوز، ونادي الزمالك حقق 21 فوز من عدد المباريات، ونادي الاسماعيلي حقق 19 فوز، ومع ذلك الاسماعيلي هو بطل الدوري، لان في النهايه انت بتاخد على جميع النتائج الفوز والتعادل وحتى الهزيمه. دي بس ايه رساله للبعض اللي لسه بيتكلم ومش عارف ازاي بيجي له الجرأه ان هو لسه بيتكلم حتى الان في لقب نادي القرن اللي هو مستحق للنادي الاهلي. طبعا يا احمد في بقى الحاجات، رغم ان احنا شفته اشادنا بالاسماعيلي وقلنا ان هو حقق الدوري بعد 24 سنه، اخر موسم كان توقف اللي هو قبل الحرب بالظبط 67 66 67، ولكن هنقف بقى هنا عند لقطات زي ما قلنا لكم، مش ابدا عشان نرسخ مظلوميه، ولكن عشان نقول جدا نفضل على مدار السنين نقول الدوري اللي خده الاسماعيلي بعد 24 سنه كان بقرارات ظالمه. نسمع كابتن سعفان الصغير حارس الاسماعيلي والحارس التاريخي لنادي الاسماعيلي كان بيقول ايه في الفيديو ده. نقفل الاول 91 حضرتك، فرحت واتلعب المباراه وقدر الاسماعيلي ان هو يفوز. كان في حكم طبعا ايطالي اسمه بريتو بلويجي في 91 كانوا جايبينه من ايطاليا،
حكى لنا الماتش وطرد يوميها الكابتن بدر رجب. كان الكابتن بدر رجب عمل حركه بايديه، بس هو مش قصده كده، هو قصده يقول للحكم ان دي ضربه يعني جت في ايديه، فهو عملها بطريقه هم في ايطاليا هناك او في اوروبا بيفهموها غلط، فطرد الكابتن بدر رجب في الوقت دوت. وطبعا النتيجه بقت صالحنا 1-0 بعد الكابتن بدر رجب ما طرد، بقت 2-0 من كابتن صار واول موسم ليه 23 سنه. حمزه الجمل والحكم اللي يجي بيقول لبدر انذار بيقول له دي جت بايده. كارت احمر لبدر، كارت احمر لبدر. يعني انا ما اعرفش، يعني انا ضد النهارده الكلام اللي بيحصل ده من اللعيبه. اعتراض يا راجل، يعني ده مش لعبه في الدور، انت بتعترض يا بدر. طبعا كابتن سعفان اتكلم عن ان الكوره فيها ضرب الجزاء للنادي الاهلي، والصوره مش واضحه للامانه عشان ما نحكمش. بس بعد كده كابتن بدر رجب اطرد طرد ظالم. الاشاره اللي بيعملها كابتن بدر رجب الحكم افتكر ان هي اساءه. على فكره الاشاره اللي عملها او الحركه اللي عملها كابتن بدر رجب ملهاش علاقه بالحركه المتعارف عليها اوروبيا كشكل من اشكال الاحتجاج او الاساءه. كمان ما اعتقدش كابتن بدر رجب في سنه 91 كان قاصد يعمل الحركه دي للحكم الايطالي. حده الحكم، حتى حده الحكم في هو بيطلع الكارت بحده شديده جدا. ما فكرش حتى حكم ايطالي كان اسمه بيير لويجي، طبعا ما استناش على كابتن بدر رجب واداله طرد، اثر اكيد على حظوظ النادي الاهلي مع كره اساسا هي شك ان هي ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. انت كنت مغلوب 1-0 لما كمان تبقى عايز تتعادل وانت ناقص منك لاعب، فالطرد اكيد اثر بشكل كبير. لكن ده من الجانب التحكيمي، والجانب التحكيمي اخطاء الحكام وارده، يعني احنا دايما بنتكلم في السكه دي ولا ما بنجزمش بتعمد الخطا من الحكم، ولكن في اخطاء اداريه هي دي اللي لازم نقف عندها، لان دايما بيتم ترويج فكره الدوله والاهلي نادي الدوله والكلام ده، مع ان الوضع ده مش حاصل خالص، واذا حصل في الكوره حتى ما بيحصلش مع النادي الاهلي. تعالوا نشوفوا تعليق برضو الكابتن سعفان الصغير او فيديو للكابتن سعفان الصغير ونرجع نعقب على النقطه دي. 91 يا كابتن سعفان بطوله غاليه جدا بالنسبه للنادي الاسماعيلي، بطوله الدوري العام. قبل ما نروح للفاينل ليك وقعه شهيره جدا يا كابتن في البطوله دي، انك يعني اتوقفت في بطوله الدوري العام، كنت خدت قرار ايقاف سنه، ما كنتش هتكمل مع الفريق بطوله الدوري. يعني كنا بنلعب الاهلي في استاد منى عرب في القاهره الدور الاول. الدور الاول وكابتن طاهر ابو زيد احرز فيا الهدف، كان ده الماتش السابع ليا وما دخلش فيا اي هدف. فكان نفسي اكمل السابع والثامن والتاسع عشان اضرب الرقم القياسي بعد كابتن اكرامي. اكرامي الكبير. فكابتن طاهر ابو زيد حط فيا هدف، يعني هدف سهل جدا. فده اللي خلاني اتعصب واتنرفز. على مين؟ كان في ولد بيجيب الكور من ورا الجون. فزي ما تقول ايه، قبل الهدف ما يخش فيا كان بيجري يجيب الكوره بسرعه. بعد الهدف ما دخل فيا فايه ما بقاش يجيب الكوره وبتاع. فانا راح اجيب الكوره وهو واقف ورا الجون، رحت ضربته في رجليه. فالحكم كان انا فاكره طبعا الكابتن يحيى البربري ربنا يديله الصحه لو عايش، وقف الماتش وطردني. فجه الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، انا بقى اتعصبت واتنرفزت، ف جه الكابتن ثابت البطل الله يرحمه مسكني احتضن. يعني لا هو مسكني، بس مسكني ايه وانا متنرفز، فانا افتكرت اللي هو بي 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 جاي يتخانق معايا. وانت مشدود في اللحظه دي؟ انا مشدود في اللحظه ديت، فرحت اتخانقت وزعقت اكتر وبتاع. فاتحاد الكره اياميها خدوا قرار بوقف سنه. وقعدت في البيت شهر من غير تدريب من غير اي حاجه، لحد ما الدكتور عماره طبعا دي يعني حاجه مش هنساها له ابدا، كان وزير الشباب والرياضه اياميها، شد الايقاف من سنه خلاه شهر. التماس حصل، التماس من النادي الاسماعيلي من شباب الرياضه. فاعتذرت وتاسفت، والايقاف الحمد لله بقى بدل ما يبقى سنه بقى شهر. هو الموقف اكيد حضرتك مش هنساه كابتن سعفان، لكن الاستاذ عبد المنعم عماره له مواقف كتير في التسعينات، من بدايه التسعينات لاخرها كده، مش ممكن ابدا جماهير النادي الاهلي تنساه، اكيد هنستعرضها. ولكن هو فعلا الجون كان سهل فعلا، كابتن سعفان كان مديها 74، كابتن طاهر ابو زيد بدماغه من على حدود منطقه الجزاء تقريبا، عملت بند في الارض ودخلت من تحت ايده. ولكن في النهايه كابتن سعفان بيتكلم عن ايقاف كان لمده سنه اتخفض لمده شهر، اللي هو قعده الكابتن سعفان في البيت، وبقى كابتن سعفان عنصر مؤثر في الدوري. يعني تدخل في قرار اتحاد الكره بيفكرنا بواقعه للكابتن ابراهيم حسن لما تم ايقافه من قبل النادي الاهلي قبل اتحاد الكره. لم يطلب النادي الاهلي رفع الايقاف عن الكابتن ابراهيم حسن، ولم يتدخل احد لرفع الايقاف عن ابراهيم حسن او تخفيضه لمده شهر. فيا بخت اللي كان له الاستاذ عبد المنعم عماره.
الدكتور عبد المنعم عمارة كان محب وعاشق للإسماعيلي، ده طبعا شيء معروف، ولكن كان في أشياء كتير مؤثرة. زي أحمد برضو كان في كلام شهير ليه على لسانه هو عن مجلة النادي الأهلي، وإزاي لما كانت بتنتقده أحيانا كان بيوقف الدعم للنادي الأهلي، الدعم المادي إطلاقا، نتيجة غضبه من الانتقادات ده. وأعتقد دي برضو واقعة شهيرة وتستحق الشكر. وتستحق الشكر بس مش مننا. مش مننا طبعا. وكمان عندنا حاجة مهمة جدا، أحد لاعبي الإسماعيلي بعد نهاية المباراة وهو بيحتفل، تعالوا نسمع بيقول إيه. معانا واحد من اللاعبين يمكن من فرحته قلع فانيلته، كابتن احمد رزق، الف مبروك. الله يبارك فيك، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا مجهودنا اللي بذلناه طول السنه لحالها يعني وكده، وبنهدي الفوز دوت. اولا الجمهور الاسماعيليه اللي وقف معانا من اول السنه لغايه دلوقتي، ثانيا بنهدي للمحافظ عبد المنعم عمارة وللوزير الجوالي اللي وقف معانا بكل جهده يعني وكده. واضح جدا الشكر اللي احمد قال لكم عليه، وهو موصول فعلا، وكان مؤثر وكان مهم. برضو كل التقدير للدكتور عبد المنعم عمارة، من الشخصيات اللي أسهمت كتير جدا في الرياضة المصرية وحتى في محافظة الإسماعيلية، ولكن أكيد هو بنفسه كان ليه أراء في دعم الإسماعيلية. هو دايما بيقول إن أنا بحب النادي الأهلي كنادي أهلي، ولكن كفريق كرة هو بيقول أنا لا أحب فريق الكرة في النادي الأهلي. خلاص يعني حقه طبعا، ولكن هي الفكرة كلها الخلط في المشاعر ده اللي بيتدخل في اتخاذ القرارات. لان الدوري ده يعني قصه المباراه تحديدها في المحله ده حصلت ازمه عليها كبيره جدا. وفي النهايه رغبه الاسماعيلي في اللعب في المحله اتنفذت، ومن الامن كان رافض وقتها يا احمد المحله اطلاقا، وكان الامن مش بيحبذ المحله، ولكن المباراه اتلعبت في المحله. لكن الحقيقه القصه ما توقفتش عند فكره ايقاف ورفع ايقاف او خطا تحكيمي، لان القصه كانت بشهاده الدكتور عبد المنعم عمارة اللي بنقين ليه طبعا كل تقدير واحترام، موضوع مختلف تماما، ساهم في مش بس فوز ب 90 91 لا، بتقويه فريق الاسماعيلي خلال فتره سنوات. نسمع الدكتور عبد المنعم عمارة ونرجع تاني.